خليه يجبدها خليه يجبدها. الخروف راه طايح تما سير بدا الخروف الصغير بدا شيخ ذاك الخروف الصغير من غنمي هنا كانت ريحتها هذا الرحبه هنا في هذا الشوك هذا الشوكه هو كانت قاعده هنايتين سارحه سارحه نروح لهي ونولي عنده نروح ونولي تنقبضت هنا ساعتين انقبضت كي خرجها من زي بصبه لو خرجتها رصاص الله يبارك نعرف سنا عندي 63 عام نعرف الهنعه كي تكون ناقصه نعرف كي تكون مريضه نعرف بصح هذه الحيه اللي قبضتها قبضتها ضربه واحده. هناك الفرقه البيطريه التابعه للمقاطعه الفلاحيه لولاد ابراهيم مع مكتب النظافه للدائره في عين المكان سجغ لمعاينه سجغ اسباب الحادثه. احنا نستبعد يعني استبعاد كلي لمرض من الامراض الحيوانيه التي تصيب الحيوان اللي تكون عندها وانما هو تسمم فقط ويعني المخبر المتخصص في التوكسيكولوجي على مستوى الجزائر العاصمه هو اللي غادي يقول التحاليل هي اللي راح تبين ما نوع هذا التسمم.